من 72 دولة قدم مشاركون يمثلون هيئة الإفتاء والمجالس الإسلامية العليا من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ونخبة من علماء وعالمات المملكة المغربية للمشاركة في الندوة العلمية الدولية حول ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي. انطلاق الندوة تميز بالرسالة الملكية التي أكدت على الدور الذي تلعبه المؤسسة في تنسيق وتوحيد جهود العلماء المسلمين من المغرب ومن باقي الدول. شرفها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله بتوجيه رسالة استمعنا إليها، وقد تضمنت هذه الرسالة شرحا لأهمية الفتوى في بلدنا ولتقاليد المرعية في هذا البلد، ولا سيما ما أسست الفتوى. وهذه الرسالة هي خريطة طريق لموضوع الفتوى في المستقبل، وستستفيد منه جميع يعني الهيئات المهتمة بالإفتاء في هذه البلدان لتحصن بلدان إفريقيا بالتعاون مع فيما بينها. انعقاد الندوة العلمية الدولية يأتي تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته الرابعة المنعقدة بفاس في أكتوبر الماضي، والمتعلقة بعقد ندوات علمية وفكرية تعنى بشأن الفتوى في الواقع الإفريقي. هذه الرسالة في حد ذاتها بلورة كاملة لما يمكن أن تصل إليه هذه الندوة. هي بالحقيقة أكثر من ندوة، هي مؤتمر، ومؤتمر جامع لمن دعي إليه من كل القامات مختلف البلدان الإفريقية والإسلامية، وحتى من البلدان غير الإسلامية. رأينا هنا من روسيا، رأينا من بلدان أخرى مختلفة، مما يدل على شمولية النظرة وعلى أهمية هذا الجمع. فلما أقول أن هذا اللقاء غاية في الأهمية من ناحية الزمان، لأننا نحتاج اليوم إلى تجفيف منابع الإساءة للمقدسات، وتتابعون جميعا ما يجري من الإساءة للمقدسات الشريفة بالذات في هذا العصر. هذا المؤتمر وإن كان موضوعه هو ضوابط الشرعية للفتوى، فوضع في الفتوى هي التي تتيح فرصة الإساءة، فهو في حد ذاته يهدف إلى تجفيف منابع الإساءة للمقدسات. أتحدث الآن عن نحن الذين نعيش في أوروبا، لنا مسؤولية كبيرة، يعني أن نفسر الإسلام أو مبادئ الإسلام يعني تفسيرا حقيقيا، لأن الاعتدال يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأمور أوسطها، فكيف يمكن أن يفتي أحد مثلا بفتوى؟ يعكس تنظيم الندوة الدولية وعيا من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمكانة الفتوى في القضايا الشرعية والعلوم الإسلامية وفي الشؤون الدينية، واقتناعا منها بأن العلماء الأوفياء لثوابت بلدانهم هم المؤهلون للإجابة على ما يستجد من النوازل والقضايا دراسة وفهما واستنباطا لحكم الشرع فيها.